ولا يجد المجد لمن يمررها. وانطلاقه صعبه لصالح فريق المريو. خطيره برشلونه، با 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 با. جول ادريانو يفتح مجال التسجيل البرازيلي الصغير. ادريانو القادم من اشبيليا يفتح مجال التسجيل ويسجل اول اهدافه في المباراه من توغل من انطلاقه وسط دفاع فريق المريا. ببراعه يتمكن البرازيلي ادريانو من فتح مجال التسجيل في المباراه وفك عقده اللقاء. برشلونه هدف، الميريا صفر. لقاء العوده كاس الملك 10 دقائق قبل نهايه الشوط الاول بفضل كوريا ادريانو ببراعه وامتياز يفتح مجال التسجيل لصالح فريق برشلونه امام انظار سفيان كوغولي. شوف الإعادة والتوغل بامتياز، المراوغة قوة بدنية هائلة وصمود ثم أمام الحارس تحت رجل الحارس يسجل هدف لصالح فريق برشلونة.